فتح نافذة من أجل عرض اسم مجلد وحجمه وموقعه على محرك الأقراص. طب دي هنعملها ازاي؟ روح لستارت. ستارت دي بيبدأ بيها أي حاجة زي ما قلنا قبل كده. وبعدين هو المجلد ده فين؟ مش في الكمبيوتر؟ نعم، روح للكمبيوتر. ادي الكمبيوتر يا سيدي. هو المجلد ده فين؟ مش في السي؟ روح للسي. المجلد ده اسمه الاي سي دي ال؟ روح للاي سي دي ال. طب تعالوا بقى، اسم المجلد ده ايه؟ ما هو فوق اهو اي سي دي ال. ده فين يا عم؟ اهو في السي. السي دي فين؟ ما هو في الكمبيوتر بتاعي. الله، يعني هنا بيظهر الايه؟ بيظهر كل حاجة عن المجلد. اسمه، طب مكانه فين؟ في السي. طب السي فين؟ في الكمبيوتر. بس كده، بس كده. هو السؤال بيقول كده، موقعه على محرك الأقراص. نعم، طيب وإيه تاني؟ لكن قال لك هنا حجمه، حجم الايه؟ حجم الاي سي دي ال ده حجمه كام؟ طيب شايفين تحت الستاتس؟ نعم، ده اسمه ستاتس ايه؟ بار. نعم، الحجم ايه؟ ده مش حجم، ده بيقول لك عدد الاشياء اللي جواه. 8 ايتمز. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8. طيب انا عايز اعرف حجمه. طيب لو اخترنا كله، ايه اللي جاب؟ برضو ما جابش حاجه. وجينا باليمين قلنا له حجم بروبرتيز معناها ايه، ونقول له حجمه، قال لك حجمه 4 و48 ميجا بايت. جميل. طيب لو كبرنا كده شويه، الله، كمان الحجم موجود هنا اهو. بس ده حجم ايه؟ ده حجم الملفات. لكن حجم الايه، الفولدر او المجلد ما بيظهرش اهو، انما حجم الملفات هم اللي ايه، ظاهرين. تعالوا نرجع خطوه لورا. طب الاي سي دي ال اهو فين حجمه؟ وانما بيظهرش حجم الايه، الفولدر. لكن ممكن باليمين نيجي عليه ونقول له لو سمحت ايه حجمك كمجلد؟ قال لي 5 و48 ميجا، 5.48 ميجا بايت. يبقى اذا لو عايزين زي ما بيقول الدرس نفتح نافذة من اجل عرض اسم مجلد وحجمه وموقعه على محرك الاقراص، هنروح لستارت وستارت كمبيوتر، ومن كمبيوتر المجلد بتاعك فين؟ في السي. روح للسي، اعمل عليها دبل كليك. وبعدين عايز تعرض اي مجلد لاي سي دي ال، اضغط على لاي سي دي ال، هيجيب لك ما هو محتوى. وبالنسبة للحجم لو عايز تيجي باليمين على الاي سي دي ال وتقول لو سمحت ايه خصائصه، هيقول لك الخصائص بتاعته ايه، ده حجمه كده. وبالنسبة للاسم طبعا لو فتحنا الاي سي دي ال دبل كليك، هيقول لك ده اي سي دي ال في السي في ماي كمبيوتر. على فكرة لو عايز تاخد العنوان بتاعه، لان ساعات بيجي يقول لك الملف زي ملف الاكسس، موجود فين؟ ببساطة ده موجود في الاي سي دي ال في السي في ماي كمبيوتر. لو عايز تاخد العنوان ده، اجي على اضغط على اي حتة بيضة من وراها، ادي هو سي على الاي سي دي ال، باليمين اعمل كوبي كده، انا ايه، اخدت العنوان. لو في اي مكان عايز احط العنوان، اجي هنا واقول له العنوان لو سمحت تعمله ايه، لصق اهو، لصق. هيجيب لي ايه؟ ادي لصق، هيحط لي العنوان السي على الاي سي دي ال. خلاص، يلا ونشوفكم الدرس اللي بعديه. دلوقتي الدرس رقم 24 اسمه توسيع وطي نافذة عرض الأقراص والمجلدات. الله، طب ما احنا عملنا قبل كده زيها، يعني توسيع وطي النافذة والتكبير والتصغير لو تفتكروا، وعملناها قبل كده بس ده كان على النوافذ عامة. لكن يقول لك ده نافذة الأقراص والمجلدات، قال يعني في فرق؟ يعتبر ما فيش فرق. طيب ورقم 25 بيقول لك ايه؟ رقم 25 انتقال الى مجلد او ملف على محرك الاقراص، برضو مفهوش جديد. واللي بعديه رقم 26 انشاء مجلد ثم انشاء مجلد فرعي داخله. طيب تعالوا ناخد واحده واحده.
ونبقى نشرح في درس واحد 24 و25 و26، مش عيب. يلا رقم 24، توسيع وطي نافذة عرض الأقراص والمجلدات. ربما النافذة بتاعت عرض الأقراص والمجلدات لها طبع خاص. تعالوا نشوف، نفتح وندخل على من ستارت للكمبيوتر. دي نافذة عرض الأقراص والمجلدات، ادي قرصصي، تعالوا ندخل. فتحنا، عايزين نطويه تحت، علامة الناقص اللي فوق دي نضغط عليها نطويها تحت، عايزين نرجعها تاني نضغط عليها ترجع تاني. ما هي دي لو انتوا شايفينها. طيب تصغير وتكبير، خلينا الأول دي في حجمها أوسع حجم، عايزين نكبر أو نصغر لازم الأول نعمل لها إيه؟ استعادة الحجم الطبيعي بتاعها لأنها مش كاملة. دلوقتي من أي الحدود، سواء حدود رأسية أو أفقية، لحد ما يتحول السهم ده كده شكله سهم، لكن أول ما يجي على الحدود بيتحول السهم إلى سهمين اتجاه يمين شمال. معناها أنت قادر لو ضغطت مرة واحدة بالماوس وفضلت تضغط عليها وجبتها يمين هتكبرها، جبتها شمال هتصغرها. ده استظهر ده اهو كفاية. نفس الشيء تحت، لو جيت على الحدود اللي فوق او الحدود اللي تحت بيتحول السهم الى سهم رأسي. معناها لو ضغطت باليسار ورفعت فوق ونزلت تحت هتكبر او ايه او هتصغر. لو جيت بقى على الجنب بالورب كده دياجونال قطري، هتلاقي السهم متحول لشكل قطري. ده معناها انت لو ضغطت على اليسار تقدر تكبر رأسي أو أفقي أو قطري مرة واحدة. ده إجابة اللي هو إيه، أول واحدة اللي هي توسيع وطي نافذة عرض الأقراص والمجلدات، هي دي. فأنا كده فاتح نافذة عرض الأقراص كانت، وبعدين دخلت على المجلدات، ما بتفرقش. ماشي ماشي. طب رقم 2 اللي هي رقم 25. رقم 25 انتقال الى مجلد او ملف على محرك الاقراص. يعني انا هاجي تحت، هو ده اللي احنا مشغلينه، وادي الماي كمبيوتر وده السي، عايز اروح للاي سي دي ال، باجي على اي سي دي ال اضغط مرتين هيفتح لي الاي سي دي ال. عايز اروح للويندوز ممكن باليمين واقول له اوبن، ممكن دبل كليك زي عملت الفترة، ممكن باليمين واقول له اوبن. طب لو عايز افتحها في نافذه اخرى باليمين واقول له اوبن ان نيو ويندو، ان نيو ان نيو ويندو، هيفتحها لي مع وجود الويندو بتاعي القديم. يعني فتحها لي في واحده جديده. نفترض انا عايز الاقينا عايز اتنقل هنا الاكسل وكذا، ففتحها لي بايه؟ في ويندو جديده. ماشي الحال؟ ماشي الحال. طيب سيدي ايه تاني؟ يبقى ده الانتقال. طب حتى لو انا جيت في الويندوز وقلت له اوبن ان نيو ويندو، انا فتح كام نافذه؟ النافذة اللي فيها الويندوز والنافذة التانية اللي فيها اي سي دي ال، عايز انتقل ما بينهم اهو، تضغط على ده رحت للويندوز، تضغط على ده رحت للايه للكمبيوتر مع الاو اس مع الاي سي دي ال. طب في طريقة تانية؟ نعم. شايف تحت مفتوح كام واحدة؟ واحد، واللي جنبيها اتنين. فلو عايز تنقل تيجي عليها كده وتستنى هيظهر لك اتنين. انت عايز دي ولا دي؟ عايز دي ولا عايز دي؟ عايز تروح الاي سي دي ال، اضغط على الاي سي دي تروح لها، تروح لها. بإذن طرق، وغير الطرق اللي فاتت لو انت تفتكر الالت مع التاب اللي بتنقلك بين الايه المفتوحين من بعض. لكن لما تيجي تتنقل بين النوافذ المفتوحه التابعه للمجلدات والاقراص، بتيجي هنا ده المجلدات والاقراص، هتلاقي انت فاتح اتنين تنقل ايه ما بينهم. ماشي الحال؟ يبقى ماشي الحال. طب ايه اللي بعديها؟ اللي بعديها يعني احنا كده خلصنا الانتقال الى المجلد او ملف على محرك الاقراص. ايوه انت خلاص. طب رقم 26، انشاء مجلد ثم انشاء مجلد فرعي داخله. لو تفتكروا ان احنا في رقم كام عملنا كيف يقوم بترتيب المحركات والاقراص والمجلدات، عملنا هنا لو تفتكروا تمرين. طيب تعالوا نعمله عملي بقى التمرين ده، تفتكروا ولا ما تفتكروش؟ انشاء مجلد ثم مجلد فرعي. احنا المره اللي فاتت كنت انا عامل مجلدات، خلينا نعمل ده في السي اللي هو ايه، هعمل مجلد
اسمه مستنداتي، وحط تحتيه مستندات المنزل مستندات العمل. ماشي؟ فين ده؟ في ماي كمبيوتر، في الكمبيوتر. يبقى روح المايك ادي كمبيوتر، رحته. فين تاني؟ في محرك اقراص سي. تعالوا معلش، اهو في محرك اقراص سي. عايز ادخل جوه المحرك الاقراص سي اعمل ايه؟ ايوه، دبل كليك، دخلنا محرك اقراص سي. عايز اعمل مجلد جديد داخل محرك اقراص سي اسمه ايه؟ اسمه مستنداتي. ماشي، فين هنيجي؟ مش ده سي؟ طب ده سي اهو، انا شايف. مش عايز اعمل جواه باليمين على اي مكان فاضي، ما تجيش هنا، لان لو جيت هنا عملته ممكن تعمله جواه، لكن هنا اي مكان فاضي تقول له نيو، جديد. جديد ايه؟ فولدر اللي هو المجلد، ادي فولدر هنسميه ايه؟ مستنداتي. ادي مس ت ن د تي، انتر. يبقى احنا عملنا فين؟ عملنا ايه؟ عملنا في السي، عملنا ايه؟ مستنداتي. اوكي، ادي هي دخل ماي كمبيوتر، دخل السي في اسمه ايه؟ مستنداتي. شايفين الاسهم دي؟ دلاله على ان داخل الويندوز فيه مجلدات اخرى، لكن مستنداتي ما فيهاش مجلدات اخرى. ليه؟ ما عملتش، مستنداتي ده فاضيه. طيب، لكن التمرين بيقول لي انا عايزك تعمل داخل مستنداتي مجلدين، مستندات المنزل ومستندات العمل. ماشي يا سيدي، نعملها ازاي؟ قال لك لازم ندخل جوه مستنداتي الاول، وداخله نعمل الفولدرات الجديده. بين لي عملي، هبين لك عملي. هاجي هنا اهو، انا عايز ايه؟ ده الاي سي دي ال زي ما مكتوب، دي الويندوز زي ما مكتوبه، وده السي، انا عايز السي. ماشي، لازم ادخل جوه مستنداتي عشان اعمل الجداد ده. ادخل جوه مستنداتي ازاي؟ تعال جوه مستنداتي، عندها ايه معلم عليها اهو، واعمل او اعمل انتر، بس ايه؟ دبل كليك اسهل، تك تك هيفتحها لي. ده فاضي، احنا عايزين نعمل فيه مجلدين. باليمين نقول له انشئ لي مجلد نيو، نيو ايه؟ فولدر. اسميها ايه؟ هتسميها مستندات، لا عايزين بالعربي، مستندات العمل. والتاني باليمين على اي مكان فاضي، وقول له نيو، وقول له مجلد جديد، ها، وهنسميها مستندات المنزل. اذا هنا عندنا دلوقتي بقى عندنا اتنين، مستندات العمل مستندات المنزل. تعال نشوف ده بقى فيه هنا ايه. بقى فيه سهم، معناها ان جواها في اشياء جديده. يبقى اذا ماي كمبيوتر تفرع منه السي، والسي تفرع منه مستنداتي، ومستنداتي تفرع منه مستندات العمل ومستندات المنزل. ارجو ان انتوا تعملوا التمرين ده. ليه؟ التمرين ده مهم، لان هيجي لك في الامتحان يقول لك انشئ لي البنيه الاتيه. بنيه هو عمل البنيه بتاعتنا هنا، مستنداتي تحت مستنداتي في مستندات المنزل، تحت مستندات وتحت مستنداتي في مستندات العمل. فغالبا السؤال ده لازم يجي لانه في منتهى الاهميه. ماشي، طبعا احنا ممكن نكبر ونقول لك كمان انا عايزك تروح للدي وتعمل لي صفحه الانترنت، وتعمل لي كمان ملفات البرمجه. تعالوا نعملها عشان نختم بيها. خلاص، احنا نروح فين؟ مستنداتي، لا انا عايز اروح لماي كمبيوتر. طب نضغط هنا ونروح لماي كمبيوتر. بعدين عايز ايه؟ فين هي؟ قال لك في الدي. في الدي ماي كمبيوتر اهو، في الدي مش في السي، واضحه. اضغط على الدي. عايز ايه؟ عايز اعمل اتنين، الاولاني اسمه باليمين اقول له ايه؟ نيو. نيو ايه؟ فولدر. اسمه ايه؟ لا انا نسيته، اسمه كان اسمه صفحة الانترنت، والتاني اسمه لفات البرمجة عشان ما تنساهوش. طيب نروح دلوقتي، ده اسمه نيو فولدر، لا انا عايز اغير اسمه، ده انا هسميه ايه؟ صفحة الانترنت. صفحة الايه؟ الانترنت. اجي باليمين عليه
قول له لو سمحت غير لي الاسم. ري نيم، إعادة. ري معناها إعادة، ري إعادة تسمية. أضغط عليه وأسميه إيه؟ صفحة، كاتب لها صفحة الإنترنت، والتاني هنسميه إيه؟ نيو، وبرضو مجلد فولدر، وهنسميه إيه؟ تفتكروا؟ ملفات البرمجة. خلاص، بهذا الشكل درسنا في الدرس ده تلات أشياء. الأولاني، تعال نروح كده، الأولاني اللي هو رقم 24، توسيع وطي النافذة، وقلنا من الحدود التوسيع، وقلنا الطي من علامة اللي هي الناقص ده عشان تطوي تحت، وقلنا الاسترجاع ان انت تدوس على دي، وقلنا التكبير على الاخر برضو هيبقى زي دي بس هتبقى مش ريستور، هتبقى ماكسمايز، وقلنا ماشي الحل. طيب اللي بعديها، اللي بعديها هو الانتقال الى مجلد او ملف على محل محرك القرص. وقلنا لو احنا فتحنا السي عايزين ننتقل للسي، وعايزين من السي ننتقل للاي دي اي، وعايزين من الاي دي اي ننتقل للكومن، ما علينا الا نروح لها ونضرب عليها ايه، معناها دبل ايه، كليك هتفتح للتاني. وقلنا في طريقه كمان، لو انت مش كده، انا جيت فتحت هنا، لما اجي افتح ده هيبقى نافذه واحده محطوط فيها الحاجه، افتح تاني. لو انت عايز تفتح نافذه اخرى من هنا، بتيجي باليمين عليها وتقول له لو سمحت open in a new window، يبقى احتفظ لك بالقديمة وفتح لك واحدة جديدة. ماشي الحال. واخدنا اخر حاجة انشاء مجلد ثم انشاء مجلد فرعي، وطبقنا فيه لو تفتكروا ان احنا نروح على السي ونعمل مستنداتي، وتحت مستنداتي مجلد مستنداتي نعمل كمان مجلدين، مجلد اسم مستندات العمل، مجلد تاني اسم مستندات الايه المنزل. واتعلمنا مع ان احنا سبقنا في الموضوع، لان ده هنتعلمه بعدين اكتر، اعادة تسمية الايه المجلدات، ونشوفكم ان شاء الله في الدرس اللي بعديه.